السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكل متابعي قناة صنع السعادة، قناة أقوى العروض من كل مكان. أهلا بكم يا شباب. اليوم يوم جديد وعروض جديدة، وإحنا معاكم النهاردة من العسيم. نغيب ونرجع تاني للعسيم، قدلنا فترة كبيرة ما جناش العسيم. النهاردة إحنا معاكم من العسيم وعروض الأسبوع من يوم 9 إلى يوم 15 أكتوبر. هنبدأ مع بعضينا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وكمان الذكر اللي احنا بنقوله دايما في كل فيديوهاتنا، النهاردة هنقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أتمنى الناس كلها تقول معنا الذكر، وما ينساش اللايك والاشتراك في القناة. شوف الفيديو للآخر، ويلا بقى بينا نشوف اقوى عروض العسيم اللي وحشنا جدا من زمان ما جيناش العسيم، قدرنا فتره. يلا بقى بينا نشوف العسيم وعروض العسيم الاسبوعيه القويه جدا. الارز المصري في صنويه اللي هو العشرة كيلو، العشرة كيلو نازل بسبعين بدلا من 82، 70 بدلا من 82 او 69 ريال 65 اللي هو العشرة كيلو السون وايت. في كمان اللي هو الجرين فارم 5 كيلو نازل من 41 ل 36، جرين فارم هالي توفير 5 كيلو نازل من 32 ل 24. في السون وايت نازل ب 34 اللي هو 4 كيلو ونص بدلا من 40. في كمان هالي اللي هو أرز هالي اللي هو مش مكتوب عليه توفير، ده نازل من 40، من 40 نازل 28 لكل عميل 2 حبة العملاء اكتساب. عروض الأرز المصري، عروض أرز بسمتي اللي هو الخمسة كيلو، في العائلة 5 كيلو نازل 50 بدلا من 57. في كمان العائلة مدعم 4 كيلو ونص نازل من 57 ل 49 ريال 95 هرله. العائلة 5 كيلو أرز عنبر أبيض نازل 50 برضو بدلا من 58. في اللي هو بنجابي 2 كيلو نازل من 27 ل 23، والعائلة 2 كيلو نازل 21 بدلا من 25 العائلة. في كمان هنا برضو المضياف ده 10 كيلو نازل من 88، من 88 ل 78. بنجابي المهيدب 10 كيلو نازل 93 بدلا من 107 اللي هو بنجابي المهيدب. في الوليمه 5 كيلو نازل من 50 ل 44، من 50 ل 44. عروض الارز هالي، في انواع كتيره جدا من الهالي. في هالي بسمتي ابيض 5 كيلو نازل 30 بدلا من 39، هالي ستايل 5 كيلو 26 بدلا من 40، 26 بدلا من 40 اللي هو ستايل. في كمان هالي سيلا بسمتي هندي حبة طويلة 5 كيلو نازل من 41 ل 31، 31. في كمان هالي توفير 5 كيلو نازل من 24 ل 20 ريال. في هالي اللي هو العشرة كيلو، هالي أبيض 10 كيلو نازل من 85 ل 59، هالي بنجابي أبيض 10 كيلو 65 بدلا من 80، 65 بدلا من 80. ده كل عروض اللي هي أرز هالي. كمان من عروض الأرز اللي هو 10 كيلو فيه باوندي أرز هندي حبة طويلة 10 كيلو نازل 45 او 46 بدلا من 66، 46 بدلا من 66. كمان في اللي هو جرين فارم كلاسيك، جرين فارم بسمتي هندي 10 كيلو نازل من 90 ل 71، من 90 ل 71. في نوع تاني مكتوب عليه كلاسيك عنبر، ده مش نازل عرض، نازل عرض على جرين فارم بسمتي هندي 10 كيلو 71 بدلا من 89، 95 هرم. العرض القوي جدا اللي هو الشعلان 10 كيلو لعملاء اكتساب نازل بين 93 ل 65 لكل عميل 2 حبة، لكل عميل 2 حبة. في كمان هنا باب الهند
باب الهند عنبر كلاسيك 10 كيلو نازل من 150 ل 138، وفي ال 5 كيلو نازل من 75 ل 70، 75 ل 70. في كمان هنا جرين فارم الابيض ده ال 5 كيلو نازل من 54 ل 41، في تلدا 5 كيلو، تلدا 5 كيلو من 63 ل 38. في كمان السفير اللي هو الكريمي 5 كيلو نازل من 47، من 47 نازل 32. ده عرض حلو جدا وناس كتير واخده منه. عروض الزيوت في العسيم، هنبدا باقل الاسعار، وطبعا الاسعار اللي هي هالي بتكون اقل الاسعار. زيت هالي نخيل عبوه بلاستيكيه 1 لتر ونص نازل من 16 ريال ل 10 ريال 95 هللة. في كمان هالي دوار شمس لتر ونص نازل من 22 ونص ل 11 ريال 95 هللة او 12 ريال. في كمان هالي سوبر اولين النخيل لتر ونص نازل من 18 ونص ل 12 ونص. زيوت هالي، في كمان هالي عبوة جديدة خليط من الزيوت النباتية للطبخ نازل من 20 ريال ل 11 ونص. كمان في زيت هالي المطور للطبخ والقلي لتر ونص نازل من 19 ونص ل 11 ريال 95 هللة. دي كل العروض اللي هي على زيت هالي اللي هو لتر ونص. في كمان زيت هالي عبوة كده اتنين مع بعض لتر ونص برضو دوار شمس اتنين مع بعض كده، ده نازل من 45 ونص ل 23 ريال عرض نصف السعر. كمان في زيت هالي ذرة، زيت هالي ذرة صافي لتر ونص نازل من 25 ل 14 ونص. في ذرة مكرر، زيت ذرة مكرر هالي 2 في لتر ونص نازل من 50 ل 32 ريال، 2 مع بعض يعني الواحدة ب 16 ريال. عروض زيت هالي في العسيم هذا الأسبوع. كمان من عروض الزيوت في الزيوت بقى الحجم الكبير، في زيت هالي 5 لتر نازل من 58 ل 45، زيت هالي ذرة 5 لتر 45 بدلا من 58. كمان في عرض على زيت هالي اللي هو كام 9 لتر نازل من 133، ده ذرة برضو من 133 نازل 91. في كمان زيت عافية، زيت ذرة عافية 5 لتر نازل من 86 ل 59. في زيت مازولا، زيت مازولا 9 لتر دوار شمس نازل من 115 ل 96 وربع. كمان في زيت نور اللي هو دوار شمس 9 لتر نازل 115 بدلا من 149. عروض الزيوت اللي هو الحجم الكبير اللي هو 9 لتر وال 5 لتر. عروض زيت الذرة، في زيت الذرة ليزا اللي هو العبوة الكبير اللي هو ال 2 لتر و 900 نازلة من 37 ل 30 ريال. عروض زيت الذرة، في كمان زيت الذرة اللي هو عافية، زيت الذرة اللي هو عافية نازل 2 في لتر ونص، 2 مع بعض كده في لتر ونص نازلين من 58 ل 42 ريال، من 58 ل 42 ريال. عروض الزيوت، زيت الكانولا، زيت الكانولا في العسيم، الناس اللي بتحب تشتري زيت الكانولا في اولايت كانولا لتر ونص نازل من 25 ل 19 ريال. في كمان زيت الكانولا اللي هو نور نازل من 26 ل 19 ونص. في كمان زيت الكانولا مع دوار الشمس مع زيت الذرة اللي هو عافية لتر ونص نازل غني بالأوميجا بلس، كمان ده نازل من 30 ل 18 ريال. كمان من عروض الزيوت هنشوف الزيوت اللي هي دوار الشمس، في نازل هنا عرض على عبوة قيمة زيت شروق دوار شمس، دوار شمس 100% 2 في لتر ونص نازل من 40 ل 31 ريال 75 هلل. كمان العرض الحصري لعملاء اكتساب اللي هو شمس عبوة فيها 2 في لتر ونص ناس كتير واخده منه هنا نازل من 46 ل 25. زيت دوار شمس برضو، كمان في من عروض زيت دوار الشمس في اللي هو نور لتر ونص نازل من 28 ل 23 ريال، وده يعني برضو سعره غالي يعني.
23 بدلا من 29، في العرض الحلو في نور اللي هو 2 في لتر ونص ومعاهم واحدة 500 ملي نزل من 62 ل 37، وده يعتبر عرض حلو جدا. في كمان هنا عرض على زيت ابو زهرة 2 في لتر ونص دوار شمس، الاتنين نازلين ب 26 ريال بدلا من 30 ريال، يعني كده الواحدة ب 13 ريال. كمان في من عروض زيت دوار الشمس، في زيت دوار الشمس مع الكانولا مع الذرة اللي هو عافية لتر ونص نازل ب 18 بدلا من 30 ريال. عروض الزيوت النباتية، في زيت صاني خليط من الزيوت النباتية لتر ونص اللي هو اللون البرتقالي ده، لان في نوعين من صاني، في نوع اخضر وفي نوع لونه برتقالي، لتر ونص نازل من 22 ل 13 ريال او 12 ريال 95 هنا. كمان في من عروض الزيوت النباتيه في صاني كمان اللي هو الخليط من الزيوت النباتيه الاخضر ده، ده نازل برضو نفس السعر من 22 ل 13 ريال. كمان في النخلتين، زيت النخلتين، النخلتين هنا طبعا ده نخيل، ولكن العرض نازل على النخلتين لتر ونص نازل من 15 ل 12 ونص، اللي هو النخلتين ده، ده اللي مكتوب عليه النخلتين هو اللي نازل عرض. في كمان العربي نازل حصري لعملاء اكتساب، ده من عروض الزيوت النباتية برضو، نازل الاتنين في عبوة واحدة كده، الاتنين الواحدة لتر ونص نازل من 46 ل 25 ريال لكل عميل اتنين حبة من عملاء اكتساب. عروض الزيوت في العسيم، هنشوف اقوى العروض، في اقوى العروض اللي هي عروض عملاء اكتساب اللي هو الحصري لعملاء اكتساب. في عرض على زيت شمس عبوة فيها اتنين في لتر ونص، نازل عليها العرض من 46 ل 25، شايفين ناس كتير واخدة منها، اللي هو شمس ده، شمس اتنين في لتر ونص، اتنين في لتر ونص ب 25 بدلا من 46. كمان نفس العرض ده هتلاقوه لعملاء اكتساب اللي هو العربي 2 في لتر ونص، برضو العربي نازل من 46 ل 25 نفس السعر، اللي هو زيت نباتي شمس، ده زيت دوار شمس، دي طبعا عروض حصرية لعملاء اكتساب. في عرض على سمنة مازولا، ده سمنة نباتي 800 ملي نازل من 29 ل 24 ريال وربع، 24 ريال وربع ده العرض اللي نازل في السمنة فارم والمراعي، مش شايف انا عليهم عروض. عروض زيت الزيتون في العسيم هذا الاسبوع، في عرض حلو جدا وناس كتيرة واخدة منه، زيت زيتون جوفالي، ده زيت بكر ممتاز من مزارع الجوف اللي هو 500 ملي نازل من 29 ل 19 ريال 95 هلا، لو ده سعر حلو جدا بالنسبة لزيت زيتون بكر ممتاز 500 ملي ب 20 ريال بدلا من 29. كمان في هنا عرض على زيت زيتون رحم عضوي 500 ملي، والعضوي طبعا دايما بيكون سعره غالي، شايفين نسبة الخصم نازل من 45 ل 28 ريال. في رحمة ولكن ده متبقي او خليط زيت زيتون مكرر مع زيت زيتون بكر ممتاز، وده بيكون سعره اقل، يعني 500 ملي نازل من 28 ل 23. كمان من العروض اللي نازله في كوبوليفا 500 ملي نازل من 26 ل 24، ده برضو خليط من زيت الزيتون. في زيت زيتون عافيه بكر ممتاز 1 لتر نازل من 68 ل 52. في كمان زيت السوسن، زيت زيتون السوسن 1 لتر نازل من 64 ل 52 ريال، ودي كلها العروض اللي نازله في افضل عرض اللي هو جوفالي. جوفالي ده زيت بكر ممتاز 500 ملي نازل من 29 ل 20 ريال، عشان كده يعني ما فيش منه، كل الناس يعني عليه اقبال كبير جدا. عروض ورق العنب المعلب، في ريم 1 كيلو او 1000 جرام نازل 13 بدلا من 24، 13 بدلا من 24 اللي هو ريم. في المواسم 14 ريال بدلا من 17، ده 700 جرام. السوسن 454 جرام نازل من 27 ل 19 ريال. في تريفا 960 جرام نازل من 22 ل 14 ريال. في الريف 1 كيلو نازل من 29 ل 23 ريال. إيميفيا نازل 1 كيلو 15 جرام 14 بدلا من 21 ريال. في بقى ورق العنب اللي هو الجاهز اللي هو المحشي جاهز، فيكتوريا 400 جرام
ب 11 بدلا من 13، فيكتوريا 850 جرام 21 بدلا من 25، السوسن 400 جرام محشي بالارز 10 ريال بدلا من 12، في السوسن 2 كيلو 32 بدلا من 38، جودي 32 برضو ده محشي بدبس الرمان 32 بدلا من 40، ريم 2 كيلو ب 29.5 بدلا من 35. كل عروض ورق العنب المعلب واللي هو محشي جاهز. عروض على معجون الطماطم، في معجون طماطم هالي اللي هو بدون ملح، بدون ملح الاتنين باكت نازل من 23 ريال و90 هللة ل 15 ريال 95 هللة، معجون طماطم هالي بدون ملح. في كمان معجون طماطم هالي اللي هو العادي الباكت نازل من 10 ريال 95 هللة ل 8 ريال وربع، 8 ريال وربع. عروض الواحد ريال 75 هللة على شعرية شان، شعرية باكستانية، الكيس 150 جرام نازل بريال 75 هللة، ريال 75 هللة شعرية شان. عروض المكرونة، في مكرونة ايطاليانو الكيس 400 جرام، الكيس الواحد ب 3 ريال وربع، وفي برضو الاسباكيتي ايطاليانو 3 ريال وربع برضو. في العرض الحلو جدا على مكرونة الوفرة 5 حبات ب 10 ريال بدلا من 17.5، 10 ريال او 9 ريال 95 هللة الوفرة. في كمان عرض على مكرونة بريلا اسباكيتي 500 جرام، دي من الانواع الغاليه جدا، نازله ب 10 ريال 75 هللة بدلا من 13 ريال. في عرض حلو جدا على دقيق كوت 1 كيلو سواء الابيض او البر بريال 25 هللة، ريال 25 هللة الكيلو، طحين او دقيق كوت بر او عادي. المطاحن الحديثة، دقيق المطاحن الحديثة 1 كيلو نازل من 4 ريال ل 1 ريال 75 هللة، 1 ريال 75 هللة. كمان من عروض الطحين، في طحين فوم 1 كيلو الخمس حبات ب 9 ريال 95 هللة بدلا من 17.5، طحين فوم اللي هو البر او العادي الاسمر او الابيض الخمس حبات، الحبة الواحدة كيلو نازل من 17.5 ل 9 ريال 95 هللة. عروض السكر في العسيم، في عرض حلو جدا على سكر ابو فهد اللي هو 10 كيلو، سكر ابو فهد 10 كيلو نازل من 43 ل 29 ريال 95 هللة لكل عميل حبة واحدة فقط من عملاء اكتساب. سكر ابو فهد عرض حلو جدا، 30 ريال بدلا من 43 ريال، 10 كيلو لعملاء اكتساب حصري. لعملاء اكتساب لازم يكون معاك اشتراك في اكتساب، ولكل عميل حبة واحدة فقط. كمان من عروض السكر اللي هو الكيلو، سكر الكيلو اللي هو ابو فهد نازل من 6 ريال ل 5 ريال او 4 ريال 95 هللة الكيلو. كمان من عروض السكر، لو انت عايز سكر للحلويات، سكر اس اي اس، سكر ناعم جدا 500 جرام نازل من 10.5 ل 8 ريال 75 هللة، ده سكر ناعم جدا للحلويات بانواع الحلويات كلها.